ما يخفاش عليكم من هذه قريب عام ونص وحنا مترايسين على المزلش هذا، ولازمنا ننظروا بنتيجه زينه مفيده للشعب. اللي عنده كي شي بروجي ولا حيه ولا يفهمنا قدام الملا باش نفهموا ندرسوا التوارث نتاعنا. الرومينو حاجه سهله كاع، نديروها في لي شاسي بالخارج واش قلت عليها؟ شو ديك الهضره وديك انت الخارج محتاج النخاله نتاعك باه انت توصل للروينه هذه. خليك يا راجل من هذه الهضره هذا. قررنا باش نصعوا من الطباخه والعرعار ادويه ونصدروه هنا في الخرج. واش رايكم يا جماعه؟ تم حسب ليش ناس ياتين بيك انت وبالطباخه انت وبالعرعار. خليك من هذا الحديث هذا. قادرين نديروا البرقوق تاع اجا هذاك نتاع اللي راهم يديروا فرنسا نصنعوه هنا ونصدروه. واش اللي توصل للخارج نتاعنا؟ ما فهمتش. هذا البرقوق هذا نصنعوه هنا ونصدروه. والله فكره جابها مليحه رائعه. هاي الفكره وين راحت؟ والله الا جيت واحد الفكره اللي امر مشت ولا اسمع. بالله الفكره الرائعه اللي جابها الشيخ، بالله كنتني استغفر خيرك بالله.